السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي مشاهدين قناة منوعات رحالة، أهلا وسهلا بكم. معكم أخوكم سامح الخالقة من أمام الإقفاص مع أخي وحبيبي محمد مسعود أبو آية. هنعمل لكم فيديو متواضع كده للصيد البوري بالتشليط. الله أكبر أبو آية، الله أكبر. طبعا يا جماعة، احنا اللي شاف الفيديوهات اللي قبل كده، احنا بنصطادهم بشلتين من طعم شلات عجينة او الشلطة يا جماعة اللي هو الهلب او الشماط ايا كان اسمه، من طعم واحد عجينة، واللي فوق بنطعمه عجينة، وبننزل بغماز، بنكون رامين ايه ما شاء الله، الله اكبر الله اكبر مباشر. اهو ايوه 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 مقدمتنا هي بسمك ان شاء الله. اي بننزله يا جماعه ايه، بنحطه طبعا شوله عيش وكده، وبعد كده ان شاء الله ايه بننزل الشوله دي بتجمع بوري، بننزل بالهلب مطعمينه عجينه، وعلى الغمزه كده اي همسه كده بنبدا نضرب ان شاء الله زي ما شفتم كده. اتمنى من الله ان احنا نعمل فيديو ليه بحضراتكم، وخليكم معانا. ماشي فندي، ما غيرتنا خل ما تروح بسام. ايوه ان شاء الله، بس كل ما قصير يا عم. ماشي احمد، احمد فطورة احمد. الله أكبر أبو آية، صلاة النبي صلاة النبي. استنى بقى عشان الناس بتفكر السمك ده صغير يا عم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم بارك أبو آية. هي صلاة النبي، صلاة النبي أبو آية. الحمد لله وشنا حلو عليك. الله أكبر يا صاحبي، الله أكبر. الله يرزقك برزق عيالك يا رب. انت وش حلوه يا سامح، هذا مطعم الواد ده. يلا اسكت يلا. انا بحشب في الاركان. لا والله بتحشب الاركان. شغال اصحى. لا ما تخافش ما تخافش ان شاء الله. مش عارف ان شاء الله برايه كبيره، بس انا عشان العود والاكشن. لا لا بس يلا بالراحه. عندك الشرب فين؟ ما فيش سلك بس 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 الله ينور عليه المصور. واكله يا بص يا جماعه، بص يا جماعه السمك اهو. ايه يا ابو وانا والله ابو اي. يلا الله ينور عليك يا تسلمين. ها لا خشنه تقيله بتاعت السن. السلام عليكم. السلام عليكم. تعالى خد اللي انت عايزه. يسر بجد. لا فين ابو سيد؟ حتى ابو سيد. عامل ايه؟ منور الدنيا، وحشني. Thank you.
ده علي السيد ده. ها مش مني. العب يلا يابا، العب اوعى اوعى العب. جميله السمك مجمع تحتك هنا. جميله والله. طب انا باين معاك في الصوره. احلى تحيه للنوعات رحاله رجاله، مساءكم كله عسل. نفسي افتح الثلاجة. ماشي تمام كده تمام. افتح راسك يا يحيى. ماشي الله ينور الله ينور الله كريم. ايش تعليق العب يا ابطال يحيى. حلاوتك يا ابطال يحيى. ايوه يا معلم احمد كده. احمد قد لما هو اللي بيمشي المركب يا يحيى يبقى معلمك. شوف شوف يحيى لمك كده والله. ها اي والله انت تعال عند ابو يحيى يا اخو. حصل رحمه امنا وجدي مره. استنى يا حمد هو جاي له. ها خليه يجيبه. مش صلي صلي ماشي. يلا رزق الصندوق. ايوه يا يحيى. ايه يا رب ده رزق. انا الكيلو دي لو جات رزقي في التصوير. معلش معلش انت يومك نادي ان شاء الله. باي.